بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مساحة الهمشري من قناة حلم مصر 2. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها وهنتعرف على محتوى منهج 2.0 ورؤية مصر للتعليم 2030. رؤية مصر 2030 اكتشفت على مشارك ومنهج 2.0 منهج ممتع في دراسته. الطفل من خلاله بيكتسب مهارات حياتية كتيرة جدا. هنتعرف مع بعض على المهارات اللي هيكتسبها والمحتوى اللي الطفل ان شاء الله هيدرسه على مدار العام الدراسي سواء في كي جي 1 او كي جي 2. رؤية مصر 2030 قسمة الى 4 عناصر. اول عنصر المنهج والمحتوى، تاني عنصر المهارات الحياتية، ثالث عنصر المعلم، رابع عنصر هو الفصل. وكمان بتحتوي على 4 ابعاد هما المهارات الحياتية اللي المنهج بينميهم او المهارات اللي يكتسبها الطفل بعد ما يخلص دراسة المنهج او الاربع محاور اللي هيدرسهم على مدار العام الدراسي. كل اللي يهمني في ده ان حضرتك تعرف على الاربع محاور اللي الطفل هيدرسهم خلال فصل الدراسي بتاعه سواء في كي جي 1 او كي جي 2. الطفل هيدرس ان شاء الله في الفصل الدراسي الاول محورين هما من اكون والعالم من حولي. العالم من حولي ومن اكون مرتبطين بمجموعة من الابعاد اللي بتنمي مجموعة من المهارات الطفل هيكتسبها بعد ما يكون خلص دراسة محتوى محور من اكون والعالم من حولي. وكذلك الفصل الدراسي الثاني هيدرس فيهم كيف يعمل العالم والتواصل، وبرضو كيف يعمل العالم والتواصل مرتبطين بمجموعة من الأبعاد اللي بتنمي لي مهارات حياتية بتركز لي على مجموعة من القضايا في المحيطة بالطفل. هنتعرف مع بعض بقى على القضايا اللي المنهج بيركز عليها. هم 5 قضايا: قضايا الصحة والسكان، قضايا البيئة والتنمية، قضايا عدم التمييز، قضايا المواطنة، وقضايا العولمة. وهنتعرف كمان على المهارات الحياتية اللي الطفل هيكتسبها. هي تعلم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش. وهنتعرف كمان ان كل بعض من الابعاد يندرج تحت مهارة فرعية، وتحت المهارة الفرعية دي مهارة فرعية كمان.